السلام عليكم، صباح الخير على الجميع. أنا دكتورة وفاق عربي، حتكلم الليلة عن عندنا بعض التساؤلات أو بعض الحاجات اللي إحنا بنكون عاوزين نعرف عنها أكثر، أو بعض التساؤلات الدائرة في رؤوسنا عاوزين نعرف ليها إجابات. حديكم همسات علاجية صيدلانية في غضون دقائق. يعني الليلة إن شاء الله حنتكلم عن المضادات الحيوية في محورين: طريقة استخدامها وكيفية حدوث المقاومة للمضادات الحيوية أو ما يعرف بالدراج ريزيستنس. طيب، الحاجة الأولى هي استخدام المضادات الحيوية. بنستخدمها، الطبيب بيكون كاتب كل 8 ساعات أو كل 12 ساعة أو كل 6 ساعات. يعني شنو كل 8 ساعات؟ كل 8 ساعات دي معناتها نحن عاوزين الدواء يكون في الدم بتركيز معين. مثلا اخذت الحبه اسي، بعد 8 ساعات مفروض اخذ الدواء الحبه الثانيه. قبل ال 8 ساعات دي بيكون الدواء يعني في 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 مستوى معين في الدم تركيزه، ده هو الاثر العلاجي. اقل من كده بدي ما بدي العلاج. اكثر من كده يعني لو بلعت حبتين او ثلاث حبات ممكن نخش في توكسيسيتي، يعني جرعه يعني سميه، حاجه ضاره. طيب اخذت الحبه، قبل ما ينزل من المستوى اللي احنا عاوزينه بنلحق الحبه الثانيه اللي هي هتكون بعد 8 ساعات. كده هنكون احنا وصلنا في يعني التركيز حق الدواء في الدم بيكون مواصل للمده الزمنيه الكاتبه لنا الدكتور، اللي هي كم؟ مثلا استخدم الدواء ده لمده 5 يوم او لمده 7 يوم او لمده 12 يوم، وات ايفر اكوردنج يعني للمرض او للدواء او يعني حسب الشخصيه حق يعني على حسب البيشن يعني. طيب انا ما استخدمت الدواء ده لمده 5 يوم، استخدمته مثلا لمده يومين او 3 يوم ووقفت الدواء، حسيت كويس، حسيت ان الحمى راحت، وقفت الدواء. اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل انه البكتيريا دي هتقاوم الدواء ده، ما هيشتغل عليها. كيف؟ البكتيريا دي انا ما اقول انه هي كائن ذكي، لكن هي كائن حي برضه عاوزه تعيش. مثلا الدواء طريقه شغله كيف؟ الدواء بيجي داخل بيشتغل على جدار الخليه دي، حقت الخليه البكتيريه اللي هي الكائن حي دي، بيشتغل عليها، بيخترق الخليه الجداره وبيقتل البكتيريا، البكتيريا بتموت. كده انا ببقى كويسه من المرض. لو انا وقفتها بعد يومين ثلاثة يوم، انا قتلت جزء من البكتيريا لكن ما كلها، انا بقيت كويسه، ما لانه كل يعني قضيت على كل البكتيريا، ضعفتها. البكتيريا في اللحظه دي بتقوم تعمل شنو؟ بتقوم عشان تعيش بتقاوم، تقوم تمحور من روحها، تعمل لها مثلا كبسوله حوالينا. مثلا الدواء ده لما يجي يشتغل مره ثانيه بيجي داخل، اصلا طريقه شغله حاجه معينه، بيمشي عشان يشتغل على وين؟ على جدار الخليه اللي الزمان كان عارفه اصلا، حيلقى عملت كبسوله حوالينا، ما حيقدر يشتغل الدواء. اذا هنا حصل الدراج ريزيستنس، البكتيريا هنا يعني عملت ليها كده محميه وما اشتغل عليها الدواء. طيب في اللحظه دي انت ما ضريت روحك، انت ضريت روحك وضريت المجتمع كله. الناس بيقولوا كيف ضريت المجتمع؟ انا حابه بلحت على نفسي، كيف اضر المجتمع الباقي؟ بتضره، اوريك كيف. انت بلحت كده وعملت البكتيريا جواك، عملت يعني عملت ساعتها بانتاج البكتيريا الجديده، عطست طلعت البكتيريا الجديده، استنشق الزول جنبك، دخلت شنو؟ ما دخلت البكتيريا الزمانك اللي عندها الجدار الواحد الدواء بيجي يخترقه، لا، البكتيريا الجديده لما يمشي زول جات الحمى وتعب ومشى الدكتور وصرف له الدواء، ما حيشتغل عليه الدواء. ليه ما حيشتغل عليه الدواء؟ لانه الدواء اصلا كان شغل داير له طريقه ثانيه عشان نكسر الكبسوله دي، عشان نخش المهم بطريقه ثانيه عشان احنا نقضي على البكتيريا دي. انت هنا اذا يعني ضريت المجتمع، همنه ضريت امك وابوك، اخوك واختك، ولدك وبنتك، ضريت سيد الدكان، ضريت المجتمع اللي حوالينا كله. فلما نقول الاستخدام الرشيد او الاستخدام زي ما الدكتور قال كل 8 ساعات الحبه تتبلع، كل 8 ساعات، واحنا قبل شويه عرفنا ليه تتبلع الحبه لمده 5 يوم او لمده اسبوع، تتبلع لمده 5 يوم او لمده اسبوع عشان ما يحصل الدراج ريزيستنس اللي هي المقاومه حقت البكتيريا للدواء. طيب في حاجه برضو يعني معلومه بسيطه الناس بيلخبطوا فيها، اللي هي الفرق بين العدوى الفيروسيه والعدوى البكتيريه وكده. مثلا عندنا في النزله العاديه في ذاتها ما كل النزلات او كل يعني كل الالتهاب او الانفكشن بيجي ده مضاد حيوي، في حاجات بتروح براها. يعني انت اخذت مضاد حيوي، ما اخذت مضاد حيوي هي بتروح. مثلا جاتك حمى بتاخذ بس يعني خافض للحراره، عندك رشح بتاخذ حاجه للرشح، عاطس بتاخذ انتيهستامين، يعني بتعالج الاعراض، ما في حاجه بتعالج لك الفيروس اللي دخل جوا ده. تمام،
يعني في ناس الحاجه اللي بتجيني في الصيدليه الناس مصرين انه ياخذوا، يا اخي انا ما عندي نزله، اديني مضاد حيوي. واقوى مضاد حيوي عندك؟ لو مشيت اديتك المضاد الحيوي طيب ومشيت، المضاد الحيوي ما حيشتغل، ما اصلا هو بيشتغل على البكتيريا، وانت ما عندك بكتيريا، انت عندك فيروس ما حيشتغل عليه. عندك حمى انا بديك بنادول، عندك مثلا في زي وجع حالك بديك حبوب حقه المص بتشيل لك وجع الحلق. بتمنى انه المعلومه تكون وصلت زي ما انا حابه اوصلها. وتاني ما عاوزين استخدام للمضادات الحيويه من غير انديكيشن او من غير يعني تحت اشراف طبيب او الصيدلي. شكرا جزيلا، بتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، دام الله عليكم جميع النعم، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم.